أخبار اليوم. احتفالية الأخبار المسائية النهاردة كان لنا لقاء مع الدكتورة سحر الهواري. أهلا وسهلا بكم دكتورة. توجيهي رسالة النهاردة فيها تهنئة للأخبار المسائية، تقول لهم إيه؟ أنا بقول طبعا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق وكل أسرة الأخبار مؤسسة الأخبار إن ألف ألف مبروك بمرور عام على إصدار الأخبار المسائي. يمكن هي بقى لها عامين زي ما عرفت، لكن تحمل اسم الأخبار بقى لها سنة، والنهارده يمكن هذا الاحتفال بكل الكوكبه الموجوده. فانا سعيده ان انا بمثل مجلس النواب النهارده باسم مجلس النواب ولجنه الشباب والرياضه، يعني بقول لكم الف مبروك. دكتوره سحر، تفتكري المفروض ان شاء الله الاخبار المسائي ده كان اخر عضو من اعضاء اسره اخبار اليوم، حضرتك شايفه ان هي تتميز بيه؟ تتميز طبعا ان هي فيها طبعا اخبار مصوره كتير، يعني فيها الحاجات مصوره كتير قوي، وشايفه ان هي طبعا تبقى توقيتها كويس. الناس يعني ممكن تشوف فيها اللي ما تشوفوش في الصباحي بيبقى اخبار تحس انها عقبال ما بتفتحيها بقيه اليوم او تشوفيها تحس ان في حاجات فاتتك كتير. لما المسائي بيبقى عندك مصداقيه ان لا، حاجات حديثه احدث بكتير، ودلوقتي طبعا الاحداث متتاليه بتبقى يعني زي احداث ساعه بساعه ودقيقه بدقيقه، فبنحس ان هي يعني حديثه، فبتقدري ان انت تستطلعي منها الاخبار اليوم نفسه يعني بطريقه واضحه جدا. شكرا حضرتك جدا واهلا بيكي.